كل التحايا لكم مشاهدينا في كل مكان، ودائما نحاول أن نرسم لوحات مختلفة صباحية بألوان مختلفة، وهذه اللوحة بألوان الجمال والفن والإبداع وبألوان هذه العلاقات الممتدة بين السودان وجنوب السودان. نحيي من خلالها كل إخوتنا في جنوب السودان، ونقدم واحدة من بنات الجنوب الأبنوسية أكوات أيون. هي فنانة ومبدعة وحاضرة في مساحات هذه العلاقات ومساحات السلام. مرحبا بك وصباحك خير. والسلام ازيك. مرحبا بقناة الشروق، ولكم كل التحية من جوبا للخرطوم. يعني وبسعدني جدا ان انا اكون ضيفة علي صباح الشروق. مرحبا بك ونحن سعيدين بحضورك. خلينا أكوات الفنانة، كيف كانت بداياتها؟ البدايات كانت من الأساس. أنا قريت هنا في مدرسة خديجة بن كفويلي، دي كانت في بحري. كان في أوبريت بيعملوه بتاع الدورات الثقافية، وكنا بنشارك في الأوبريت المدرسية. يا دورات مدرسية. شاركتي في أوبريتات مختلفة؟ يا شاركت في أوبريتات في المحلية بتاع البحري. يا كنا بنمثل المدرسة بنشارك في أوبريت. وهم اللي اكتشفوا الصوت. يا وفي 2010 أنا عملت إجازة الصوت هنا، كان في 2010 شهر 7 تمت إجازة صوتك. yeah. إحنا خلينا نسمع أغنية أول ونرجع نتكلم في حديث كبير وممتد لهذا الجمال الممتد والعلاقات الممتدة بين السودان وجنوب السودان. نسمع شنو؟ تفضلوا الأخوة في الكنترول، حنتكلم عن أغنيات مختلفة، وبالتأكيد حنسمع أغنيات مختلفة إن شاء الله. خلاص جانا السلام، اكتب على الحزن الرحيل. مدام خلاص جانا السلام، اكتب على الحزن الرحيل. نلبس ديمات الفرح، نتلم في الوطن الكبير، نتلم في الوطن الكبير. نلبس ديمات الفرح، نتلم في الوطن الكبير، نتلم في الوطن الكبير. تعبن ويشتاق
والضياع غير التشرد والضياع غرقنا منك يا حريم غير التشرد والضياع غرقنا منك يا حريم غير التشرد والضياع غرقنا منك يا حريم غير التشرد والضياع غير التشرد والضياع مدام خلاص جانا السلام نكتب على الحزن الرحيل مدام خلاص جانا السلام نكتب على الحزن الرحيل نلبس ديمات الفرح نتلم في الوطن الكبير نتلم في الوطن الكبير نلبس ديمات الفرح نتلم في الوطن الكبير نتلم في الوطن الكبير نلبس ديمات الفرح نتلم في الوطن الكبير نتلم في الوطن الكبير نلبس ديمات الفرح نتلم في الوطن الكبير نتلم في الوطن عليك. شكرا لك وكل أمنيات السلام والأمان لكل أخوتنا في جنوب السودان وفي السودان إن شاء الله. ونحن بنتكلم عن الشكل ده من الأغنيات بالتأكيد هي رسالة السلام عند الفنان yeah. خلينا نتكلم عن أكواد بشكل خاص ورسالة السلام yeah. يعني من يعني الغنية هي كلمات صالح يوسف مور من الغنية إحنا بس يعني استلحمنا بحاجات معينة كويس يعني الحروبات اللي حصلت وال يعني الناس المشكلات المختلفة يا الناس بقت لاجئة في دول الجوار يعني الناس اتشتتت فالرسالة كان الهدف منها انه لو رسالة السلام يعني الناس توقف الحروبات والناس ترجع عشان يكون في تنمية وحتى الناس اللي هاجروا من بدون الحروبات تجي راجعة تعرف ان البلد فيها امان الناس تجي راجعه البلد. جميل ودي يمكن واحده من الرسائل المهمه للفن yeah. يعني رساله السلام yeah. Yeah. خلينا كنا بنتكلم عن انه بداياتك وكيف بديتي من المدرسه واجزت صوتك وغيرها yeah. واحده من المساحات اللي كانت مهمه شديد عند اكواد هي منتدى جوبا الثقافي منتدى ليالي جوبا الثقافي yeah. فخلينا نتكلم yeah. عن المنتدى ده وجودك من خلاله. المنتدى كانت فكره قاموا بها اثنين فنانين وبعد شويه المنتدى توسع وبقى فكره كبيره yeah. المنتدى هو احنا دايرين نلم الوسط الفني عندنا في جنوب السودان عامه يعني الوسط الفني في جنوب السودان في فنانين من شمال السودان في فنانين من جنوب السودان فالمنتدى لما عملناه بشملنا كلنا في واللي بيغني باللهجه في واللي بيغني بالعربي الفصيح في واللي بيقدم بالعربي البسيط عشان باقي الناس عشان كل زول بيجي المنتدى يلقى نفسه في داخل المنتدى يعني يقدر يوصلوا له الرساله بالطريقه الصح فبدايه المنتدى كانت فكره وبعد ذاك اتطورت بسجل وبقى جسم هو شغال ما شاء الله حسي عندنا وقدمت امسيات مختلفة يا بنقدم امسيات كل جمعة بعد جمعة كنا شغالين الجمعة مبارح الجمعة دي ما بنشتغل الجمعة 25 حيمشي شاركنا واحد اسمه أمجد السراج هو بيغلد صلاح بن البادية هو حيكون مشارك معنا في يوم 25 لكن من هناك من جوبا في البدايات ما كان عندنا جمهور لكن بدأ بعد شوية الناس تجي وبالذات الاسر يعني ما بالنسبه طبعا في البدايه الناس yeah. بتكون لسه المساحه ما معروفه yeah. يعني ما بالنسبه yeah. له فشويه خلينا نسمع اغنيه ثانيه ونرجع نواصل حديثنا جدا نسمع اغنيه ثانيه في سجلات الرياضة عند اسمك
ألف مبروك يا وطن. ألف مبروك يا وطن، منتخبنا الليلة فاز. ألف مبروك يا وطن، منتخبنا الليلة فاز. كل الأكوان واضحة جدا، ما في جون بالحماس. كل الأكوان واضحة جدا، ما في جون بالتماس. ألف مبروك يا وطن، ألف مبروك يا وطن. يلا نطلع للشوارع نمشي نحتو في حماس. منتخبنا نشجعه صورة واضحة وبانحياز. منتخبنا نشجعه صورة واضحة وبانحياز. ألف مبروك يا وطن، ألف مبروك يا وطن. فخرك الوطن شعارنا. يلا نتكلم كلنا، فخرك الوطن شعارنا. نبني تاريخ الرياضة والسلام عن ديارنا. نبني تاريخ الرياضة والسلام عن ديارنا. ألف مبروك يا وطن، ألف مبروك يا وطن. ألف مبروك يا وطن، نجمك الصاطع سطع. ألف مبروك يا وطن، نجمك الصاطع سطع. شكرا لك، ودي واضح كده انها هي تشجيع للمنتخب. المنتخب يا بالتاكيد يعني عندها مناسبه. يا عندها مناسبه، هي الاغنيه لما عملها صالح برضه نفس الشاعر. انا بقدم له التحيه عبر قناه الشروق. هو صالح يوسف مور، اعلامي ب SSBC في قناه جنوب السودان للبث. يا فهو لما عملها احنا يعني كان بدايه فرحتنا. احنا فرحنا بمنتخب جنوب السودان للسله، كان البدايه. وهسه حاليا كره القدم اندر 20 ماشيين كويس، اتاهلوا للدوري بتاع سيكافا، ومبارح لعبوا مع يوغندا برضو. يعني هم اتاهلوا، فالغنية يعني احنا بقينا الحماس جا. يا حماس جانا، وجنوب السودان ماشي في افريقيا كان هو نمبر 1، فبقينا مرتاحين جدا. فبس قمنا طلعنا اغنيه الف مبروك يا وطن، وحسينا بالشعب مرتاح، الناس مرتاحه. الناس عانت زمن طويل عايزه تفرح، عايزه تشوف حاجه كده تفرحها تطلعها من المود بتاع الحزن. ونحن نتمنى لهم التوفيق. والجميل كمان برضه في الكلمات استاذ صلاح ربط كمان الرياضه بالسلام. يا بالسلام، يعني دي برضه جانب، لانه هو دائما السلام حاضر في الرياضه وفي يعني الاستقرار معناه الغنى بيشتغل، الرياضه بتشتغل، الناس بتكون قادرة تشتغل. خلينا برضو يعني نتكلم عن عموم الشباب الموجودين في إطار الفنون في جنوب السودان، الجمعيات المختلفة، طموحكم من خلال وجودكم في المساحات الغنائية والفنية المختلفة. إحنا عايزين نوصل، الغنى ب يعني شنو تكون هي تكون من الأعمدة بتاعت البلد، يعني بتقدر توصل للناس رسائل. عايزين نطور الغنى في جنوب السودان، عايزين الغنى بتاعنا يبقى مسموع عالميا، مش يكون على مستوى جنوب السودان. عايزين التواصل الوجداني ما بين الشعبين، الشعب السوداني الجنوبي. الانفصال السياسي اصلا موجود، يعني هي التواصل موجود، لكن عايزين تتعمق اكثر من كده. احنا طبعا لما بدينا المنتدى بديناه بالاغاني السودانيه. فحسي حاليا الجمهور، معظم الجمهور بيتغنوا لمنو من انا في نفسي كده بغني للعبراوي، بغني ل عرفت بغني لوردي، بغني لوردي، بغني لحيدر بورسودان،
مجموعه من الاغنيه، مجموعه من الفنانين. ويمكن ده برضو بيقودنا لتشكيل ذات الفنان عند اكوت، يمكن هو يعني جوانب مختلفه الكونت الذات الفنيه دي. قبل تكلمنا عن البدايه بالمدارس وغيرها، لكن بالتاكيد السمع وثقافه السمع عندها دورة. فزي غير اللي ذكرتيهم، يعني عموما منو الكون سمع اكوت؟ من الوسط الفني ولا من ايوه من الفنانين؟ اوكي. انا يعني بدايه انا يعني ما كنت يعني عندي اقول لك في الغنى، كنت بحب الغنى بس ما كنت مؤهله جدا كويس. يعني في ناس اثرت فيني، بس يعني انا جيت رجعت الشمال بسرعه. يمكن كان في اتحاد المحن الموسيقيه الزمن ده كان ماسكو بروف محمد سيف، بديه التحيه عبر برنامجكم. يا فهو كان عندهم فوق في الاتحاد محل بتاعت حبال صوتيه، الناس بتلعب تدريب يعني. فانا لما جابني دكتور شولدين يونغ، بديه التحيه من هنا، جابني لي بروف محمد سيف، قال لهم بتدي انا عايزك تساعده. فانا بديت اغني، هو بروف قال لي الغنى كويس لكن محتاجه شغل. فهو رفعني لفوق، في كان في تمارين بتتعمل للحبال الصوتيه والصوت. يا هو بيجي يقول لي غنى الفنان الفلاني بيمشي مع صوتك، وغنى الفنان الفلاني ما بيمشي معاكي كده، بيجي يعني سمعت لناس مختلفين. يا سمعت لناس مختلفه كثيره. يا هنسمع شنو تعالي؟ ممكن ادندن؟ جدا ادندن بدون مزيكا. طيب تفضلي. بس اتاكدي انه المايك فاتح. تفضلي. حلو خلاص اوكي. حدندن للعبراوي مقطع صغير عندن بعد ذاك. ايها الناس، ايها الناس، نحن من نفر عمروا الارض حيثما غطنوا، يسكر المجد كلما ذكروا ويعتزوا حين يخترنوا، حتموا العدل من وراء زمننا ترى هل يعود ذا الزمن، ردد الدهر حسن سيرتهم ما بحا حطة ولا درن، وكثيرون في صدورهم تتنزل الأحقاد والإحن، لوحة العرب أصلها كرم وإلى العرب تنسب الفطن، أيغز الدهر بينهم فتنا ولتم أفنة ورا الفتن، أنا السوداني أنا السوداني. دي تحية خاصة مني للشعب السوداني الشمالي، عشان أنا بقول أنا سودانية بس من جنوب السودان، للشعب السوداني الشمالي. وتحية خاصة للأستاذ العطبرة، وتحية خاصة يعني لكل زول بيسمع في قناة الشروخ حاليا. والتحية لك ولبلاد حوت مآثرنا كالفراديسي فيضها من الـ فدائما نحن يعني بنتحدث عن هذه العلاقات الممتدة، وبالتأكيد عندك مجموعة من الأصدقاء ومجموعة من الموجودين في السودان، وتظل هذه الوجدانيات موجودة. نسمع شنو تاني أغنية؟ ممكن نسمع أغنية تانية جدا. بالتأكيد أنت عندك جوانب مختلفة للوجود الفني وجوانب مختلفة للأغنيات. خلينا نسمع أغنية تانية. مليانة همية، عيون عسلية مليانة
لك التحية لك ولكل أبنوسات جنوب السودان ولك من الكاتب والألحان ويا كلمات دكتور فارويل جيمس ودكتور وشاعر هو اللي كتب الكلمات دي وكان بيتغزل في البيت الجنوبية حاول يوصفها بستة طرق يعني هي أوصاف بتنطبق على أقوات كل الأبنوسات الجنوبيات بنحييهم بالتأكيد ألحان منه الحال هو ذات استاذ فاروي بنحييه طيب نحن بنتكلم عن الفن وعن الجمال وبالتاكيد انت بديتي في هذا الطريق من يعني زمن مبكر فانقطعت لفتره فشنو كان سر الانقطاع؟ كانت مشغوليات ثانيه انا كنت مع الجامعه وفتره بعيدة من الفن بمشغوليات درست شنو في اطار الفن ولا انه درست زراعه انا ما درستي ما عندها علاقه ب لكن ما عندها علاقه دائما بنقول انه يعني الموهبه بتقاطع كل الطرق الاكاديميه بالتاكيد طبعا طموحاتك شنو يعني اكوات عايزه تعمل شنو من خلال اللون او من خلال الفن انا يعني من قمت صغيره نفسي اشارك في مهرجانات امثل بلدي بما السودان كان واحد قبل ما يبقى شمال وجنوب عندنا ونفسي اقدم يعني اخلي بصمه في الغنى في جنوب السودان يعني يكون عندي رساله زي بعض الفنانين انا دائما بفتخر بالفنان اللي بيكون عنده بصمه في المجتمع انزل حتى لما يموت بيكون مات جسديا بل وجدانيا عايش في نفوس الناس والناس بتعمل له ذكرى يعني الناس بتغني الغنى بتاعه وبيكون موجود بالتاكيد يعني حيكون عندك بصمه موجوده اتمنى ذلك بالتاكيد احنا بنتمنى انك تكوني دائما حاضره وشاكرين جدا لحضورك على شواطئ الصباح اليوم استمتعنا جدا بهذا الحضور شكرا جزيلا حنختم معاك باغنيه ولكن لكل مشاهدينا لكم دائما كل التحايا صباحا مع الامنيات بان يكون صباح السبت دائما بدايه موفقه ليوم موفق وأسبوع موفق للجميع هذه تحياتي وفريق العمل في أمان الله.